certains villages, à ces montagnes. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirà, da si montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, e con sto fiore, al partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e con sto fiore, nel partigiano, morto per la libertà, e con sto fiore, nel partigiano, morto per la libertà. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المتابعين أينما كنتم في كل أرجاء العالم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في منطقة بشكتاش، واحدة من أشهر مناطق اسطنبول على الإطلاق. يسكن في هذه المنطقة كبار الشخصيات التركية مثل لاعبي كرة القدم، الرياضيين، وكذلك الفنانين، المطربين والممثلين، وكذلك كبار الشخصيات والأغنياء، حيث يوجد في هذه المنطقة وعلى ساحل البحر القصرين الشهيرين، القصر الذي مثل به مسلسل وادي الذئاب مراد علمدار، وكذلك القصر الذي مثل به العشق الممنوع مهند. تم تصوير هذا الفيديو بتاريخ 16/1/2023. درجات الحرارة لهذا اليوم العظمى 14 درجة مئوية، والصغرى 4 درجات مئوية. سعر صرف الدولار لهذا اليوم كل 100 دولار أمريكي يساوي 1890 ليرة تركية، كل 10 ليرة تركية تساوي 750 دينار عراقي. هذا الطريق الذي نسير به يؤدي إلى منطقة كاباتاش، أي من بشكتاش إلى منطقة كاباتاش. أتمنى لكم وقتا طيبا برفقة هذا الفيديو. شكرا لكل الأصدقاء من الأخوة والأخوات الذين دعمونا سابقا ومستمرين في دعمنا، ونتمنى من كل الذين يشاهدوننا لأول مرة أن يدعمونا بلايك وتعليق ومشاهدة واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم جميعا بنقل الصورة. على يمين الشاشة جامع ومقبرة يحيى أفندي، هي أحدى المقابر التاريخية القديمة في الدولة العثمانية. على يسار الشاشة قصر تراخان، أحد القصور العثمانية القديمة. هنا يظهر قصر السلاطين، القصر العثماني القديم. هنا يظهر أحد أشهر وأضخم الملاعب التركية، إنه ملعب فريق بشكتاش الرياضي، أحد أندية الدرجة الممتازة في الدوري التركي. هذا هو ملعب بشكتاش الرياضي.
هذا جانب من قصر السلاطين العملاق. وهذا هو برج ساعة دولما الشهير، دولما بهجة الشهير. وهذا هو جامع دولما بهجة الشهير. بشكتاش هنا بدأنا الدخول بمنطقة كاباتاش، من أول محطة في مدينة كاباتاش ركبنا الترامباي متوجهين إلى مركز اسطنبول. سيكون التصوير من هنا إلى مركز مدينة اسطنبول من داخل الترامباي، والترامباي هي وسيلة نقل أساسية داخل اسطنبول وكل المحافظات التركية. تسير على سكة ما بين الشارعين الذهاب والإياب، وتكون محاطة بسياج للأمان، والترامباي لا يقف إلا في المحطات المخصصة والرئيسية له، أي لا يعترض طريقه طريق السيارات الباقية. جولة ممتعة أتمناها لكم أصدقائي المتابعين أينما كنتم برفقة هذا الفيديو الجميل، وسنوافيكم بشرح مفصل عن كل ما هو مهم يظهر في هذا الفيديو.
هذه محطة منطقة كاراكوي. وهنا نكون قد وصلنا إلى مركز مدينة إسطنبول منطقة أمينينو. نأمل أن نكون قد وفقنا في نقل الصورة الجميلة عن هذه المنطقة الجميلة وكل المناطق التي مررنا بها. نستودعكم الله ونلتقيكم بفيديو جديد إن شاء الله في حفظ الله ورعايته. شكرا لحسن المتابعة.